حصل. الراجل ده مكتوب انه كان رئيس قسم لحد سنة 87، يعني يجي من 40 سنة كده. يعني الراجل ده لو عايش دلوقتي يبقى معدي ال 90 سنة. هل بقى الراجل اللي جالكوا ده يدي تسعينات؟ لا، هو الحقيقة يدي خمسينات بالكتير. تحضرنا عنه ليه؟ طب انتوا ليه ما سألتوش واحنا في الجامعة هو مات ولا لا؟ ومات امتى؟ لا، احنا خدنا ديننا في اسناننا وجيلنا على طول، مش محتاجة سؤال دي. طب ايه؟ نروح الفندق؟ سكتوا يعني؟ مش كنت عامل فيها محللين دلوقتي؟ سكتوا ليه؟ بقول لك ده اشرف، انت الراجل ده ما تعرفوش؟ ما شفتوش وانت صغير؟ لا ما اعرفوش، انت كل شويه هتسالني. ولا سمعت عنه؟ لا. يبقى اكيد الراجل ده مش من عيلتنا، بما ان اشرف ما شافوش قبل كده. هو اشتغل معانا عبتين. وبما ان الراجل ميت وودانا عند الفندق، يبقى اكيد في حاجه عايزنا نعرفها في الفندق. يبقى احنا نعمل ايه؟ لازم ناخد بعضنا ونروح الفندق. هو انا كل ما اقول الفندق هتسكتوا وتعملوا تماثيل؟ تعملوا ايه كده؟ لا ما اصل بصراحه انا مش قادر اخش في الدرجه دي يعني. عفرطه وسلالم وعابدين، انا الدم ناشف من ساعه الكسر. مش لازم تروحوا الفندق، اسالوا بس الناس اللي في المنطقه اللي حواليه هناك، يعرفوا عن الفندق، حكايته ايه؟ كان شغال لحد امتى؟ كده يعني. 2/13 حته 8 ربع مره. اتفضل. وادي قوي بس في اي وقت لما بيجي بس كيوز. والله صح، هو بيرجع للحاله احتراف زي نفس الحاله يعني في كل مش الوقت. مساله حاله، مساله بص يعني يلا خليك بس فرد على بتين اكشن. حلو الفكره مش قوي كده يا استاذ. لا مش بس كده، انا معاك ان انت بتبلش قوي. مش هنقف معاك يعني. انا معاك ان الاحتراف مهم بس مش شلل. في ناس سنك. اند اكشن. اشتركني ثواني بس. هو ايه اللي تروحوا تسالوا؟ هو الاستاذ توفيق الحكيم مش هيروح معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بتزيدوا، الأول كان بينو دلوقتي أشرك، متجمعين عند النبي. عليه الصلاة والسلام. يبقى اللي بره دي عربيتك يا أشرك صح؟ صح. طب أنا كنت محتاجة المفاتيح عشان أعمل بكتير قبل ما نزل. نزل دلوقتي هتحط كام كتير كده؟ يلا في حموضها. نزل رايحين فين كده أنتوا التلاتة؟ عندنا شغل. عندكم شغل مع أشرك؟ آه عندنا شغل أنا بيني وبينه 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 وبينه. إيه؟ بينا وبينه بتقول ايه انت؟ احلام بص لي كده، خليك معايا، سيبك منه، خليك معايا. احنا التلاتة عندنا شغل. ايديت كات.